أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة، أنا يشرفني أني أكون معكم. سكر أتكلم لك عن شخصية. سكر هي يتيمة بلا أم وبلا أب، عايشة مع أطفال ونجوم كبار، تحب الجميع، محبوبة الميتم، تساعد الجميع. ويعني للأمانة شخصية سكر بالذات هي نفسها حالة ترك بالحقيقة. نعم أنا يعني بالحقيقة أنه أصد محبوبة، بساعد الكل، أحب الجميع، فيعني هذا ما تغير عن شخصي. مش يتيم؟ لا مش يتيمة، أنا أتكلم لك عن يعني بالضبط عن الحالة اللي قاعد تصير. اشتغلتي على الفيلم إزاي مع المخرج ومع يعني القصة بتاع الفيلم؟ بالأول المخرج العظيم طبعاً تامر مهدي، أوجه له التحية. كان عندنا ميتنج أنا وياه وقعدنا نتكلم عن الفيلم وشرح لي الموضوع عن الفيلم أكثر. فأنا في الأول كان عندي تردد شوي، ما كنت مستعدة لأنه أنا ما عمري يعني مثلت في شاشة كبيرة وبدراما يعني، وفي أدق التفاصيل، وهو المخرج يعني تامر مهدي كثير دقيق بهذه الأمور، فإحنا لازم نكون عارفين إيش قاعدين نسوي. فبعدين التقينا وتكلمنا عن الموضوع، قعدت أفكر بالموضوع، قلت لا، بعدين قلت لا لا ما تقولي لا، سوي شيء صح. بعدين استشرت طبعا أهلي وام بي سي بلاتينم ريكوردز، قعدنا نتكلم عن الموضوع، قالوا لي it's for your own benefit، يعني هاي البوش بتاعك، يعني هاي البوش بتاعك انت، يلا مو مشكلة. وسويتها ومثلت كثير طبعا، هو مش سهل يعني، انا دخلت بشاشة كبيرة طبعا مع نجوم كبار، مش سهل تتعلم منهم وتحس حالك انه لا انت قاعد تسوي شيء صح، يعني هل فكرة الفلاش باك انت قاعد تسوي شيء صح ولا قاعد تسوي شيء غلط؟ بس يعني بالعكس الحمد لله رب العالمين. ماجدة زكي من الممثلين المهمين قوي، طبعاً تعلمتي منها ايه او استفدتي منها ايه، وازاي كسرتي الرهبة بينك وبينها؟ الأستاذة الكبيرة ماجدة زكي طبعا أوجه لها تحية، هي حنونة بالحقيقة، خلنا أتكلم لك عنها بالحقيقة، هي حنونة وكريمة بتحب الجميع. ف يعني علاقتي معها كانت حلوة قوي، حلوة قوي من ناحية تعامل، من ناحية التعاون مع بعض، وأتعلم منها أقول لها شنو ممكن الشيء الصح اللي ممكن أسويه في، يعني أتعلم منها كمان أشياء. فلا أنا أتشرف. من عن اللوك الجميل ده بقى، خدت فيه وقت قد إيه اللوك دون ومنين؟ هذا اللوك من فندي، يعني ما خذ لي وقت كثير، يعني طبعا مع الستايلست تبعي إليو المسلم أوجه له تحية، وهو اللي ساعدني إني أنقي اللبس الصح للريد كاربت. خدت وقت على انستجرام وكنت بتستشيري جمهورك وفانزاتك على اللوك، شايفك بتعملي ستوريات قبل ما تيجي. كنت اعمل ستوريات انه لانه في ناس بتنزل عن الفيلم، فانا يعني انزل الكلام اللي هم بينزلوه، ونزلت لسه من شوي انه انا هنزل لكم اللوك الكامل، بس لسه ما نزلت لانه كنت مستعجله. بتتعاملي مع السوشيال ميديا ازاي؟ وهل الانتقادات بتخليكي مثلا اوقات تبقي نفسك مقفوله مش عايزه تفتحي مواقع التواصل؟ لا بالعكس، انا خلاص عرفت كيف اتعاون مع السوشيال ميديا بشكل سلبي، من الناس اللي بتقول كلام غير لائق ومن الى اخره، يعني قدرت اتعامل مع هذا الشيء، ما كان صعب. بالاول كان صعب يعني وايد، بس لا اكتشفت ان انا مو الوحيده الناس اللي تكرهني، كل المشاهير اللي موجودين على السوشيال ميديا في ناس تحبهم في ناس ما تحبهم. راضي عن مشوارك من بعد عرب جوت تالنت لحد النهارده؟ طبعا انا خطوتي لأرابز جوت تالنت لانتقل لمغنيه وبعدين ممثله وبعدين، لا هاي خطوه اكيد ما ندمتها ولا مره في حياتي. يعني برضو فضل فتره طويله كده في خلافات مع عائلتك بتبقى متصدره الاخبار وكده، بتتعاملي مع ده ازاي او تعليقات الناس او كده؟ انا شوف انا حابه اليوم اتكلم عن الفيلم، انا حابه اعيش كل لحظه سعادة في هذا الفيلم. أهلي يعني أنا يعني حبايبي وكل حياتي، بس هذا فيلم سكر هو الشيء اللي لازم نكون فخورين فيه الحين وننبسط. أنت بتدرسي في دبي، يعني إيه نوع الدراسة اللي أنت بتدرسيها؟ أنا أدرس، هو أنا بدرس تصميم أزياء مع بزنس،
يعني دبل ميجر مع اثنين يعني. وانا للامانه اخترت تصميم ازياء لانه التصميم هو مثل الغنى والتمثيل، يعني تصمم لبس تحط عليه حاجات وكانك بتقول نغم بتقول اغنيه، ف يعني مش بعيد عن مسيرتي الفنيه. صح، الاردن قريب لجمهورك هناك؟ نعم بصراحة الأردن قريب للجمهور. طبعا أنا أهلي وحبايبي الأردن، يعني أنا أتشرف أني أكون موجودة في الأردن، وأنا يعني أهلي موجودين كمان هناك عايشين في الأردن، فأوجه لهم تحية كبيرة. أهلي حبايبي أحبكم. شكرا حبيبي. شكرا ياسمينة، منورنا على شيء تعمنتي فيه. ببارك لك على يوميات سكر، تجربة جميلة مع مجدة زكي. كلميني عن كواليسك. احنا قعدنا نصور 9 شهور، فهو كان فيلم صعب جدا تصويره، بس هو كان كاست كبير كمان، فان انت يبقى عندك مثلا 12 واحد نفس الكادر دي مش حاجه سهله خالص. فالفريق العمل حقيقي ما يعني حاجه مش طبيعيه، وانا يعني مبسوطه جدا 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 ان انا هنا النهارده، وان شاء الله يعجبكم الفيلم. انطباعك عن الشغل مع حلا ترك ومجدة زكي، كل واحدة لوحدة؟ بص احنا كلنا كنا يعني بقينا عيلة، حاسة ان احنا يعني كلنا كنا تعودنا على بعض، كان 9 شهور تصوير، فكنا بناكل مع بعض، نخرج مع بعض، ناظر مع بعض، يعني ضحك طبعا مش طبيعي. انت عندك مجدة زكي ضحك غير طبيعي 24/7، حتى لو الشخصية شريرة في كوميدي ورا الموضوع، فلا لا بطني كانت توجعني والله العظيم. احنا كلنا يعني ككاست احنا كنا يعني بجد تعودنا على بعض بشكل غير طبيعي، والشغل مع كل الناس يعني كانت حاجة تحفة. شغل مع هند صبري بقى في البحث عن أولى والسيزون الجديد بقى لو. يعني هند بجد ما فيش زيها خالص 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 خالص، انا بموت فيها ومن قلبي، يعني اتعلمت منها حاجات كتير جدا 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 جدا. الجزء الثاني فيه تطور في الشخصيات بتاعتنا احنا كمراهقين، فما اقدرش اقول اكتر من كده، بس انا بعد العرض هروح اصور على طول. انت متعددة المواهب، ايه بقى المواهب اللي عندك؟ وانا بص الخلفيه بتاعتي اصلا الميوزيكال ثياتر، فان انا ادخل مشروع زي ده انا كنت متحمسه جدا، يعني حتى قبل التمثيل انا كنت بدرس المسرح الغنائي، ف يعني هتشوف اهو بعمل الثلاثه اهو في الفيلم. قلت لك تصريح قبل كده بتقولي ان طموحاتك مش قادره تحققها في سنك، ايه بقى طموحاتك؟ بص احنا عندنا كالجيل بتاعنا عندنا مواهب مش طبيعيه، فانا نفسي جدا جدا انه يكون في ايا كان بقى مسلسل او فيلم، يكون في مشروع مكتوب من السن بتاعنا، الناس اللي مثلا المخرج يكون في شبابه، يعني مهمه قوي ان احنا نحكي حكاياتنا بشكل منطقي. احنا عندنا حاجات كتيره ممكن نتكلم عليها، مش بس اللي هو اللي بيعدوا او ماما بابا مش عارفه ايه، ممكن نتكلم على الصحه النفسيه، في كميه حاجات ممكن نعملها، فاحب ان بس ننتهز الفرص دي ونعمل حاجات يعني محترمه. شايفه ان كتير على 17 سنه كل ده؟ والله انت براحتك براحتك، انت اللي تقول. مخرج تامر مادي، منورنا على شاشة عمان تي في. ببارك لك على سكر، يا اول تجربه من نوعها في مصر والعالم العربي، وحضرتك جاي من عالم الاعلانات، ازاي استعديت للتجربه دي وجهزت لها ازاي؟ هو بدايه يعني حتى قبل ما مجال الاعلانات، انا كنت ايام الجامعه كنت بدرس جامعه امريكيه، وكنا بنعمل مسرح، فكان في تمثيل وتاليف واخراج في المسرح، وبعدين دخلت مجال الاعلانات وحبيت اكتر. يعني طبعا عملت كل الفورماتس، بس الفورمات الميوزيكال بالذات انا بحبه قوي، وكان طبيعي ان بعد كده بتحس انك محتاج يعني ساحة اكبر شوية تلعب فيها، فكان طبيعي ان انا يبقى طموحاتي ان انا اروح الفيلم استعراضي. لكن الفيلم الاستعراضية تاخد وقت جدا عشان حد يتحمس لها، لان فيها محتاجة ميزانية كبيرة، محتاجة كاليبرز، محتاجة ناس شاطرة في كل الاقسام بتاع العمل، ففعلا مش حاجة سهلة، كتابتها صعبة، كتابة الاغاني كل التفاصيل دي مش سهلة، فكنا مستنيين الخطوة الانسب عشان ناخد الخطوه دي، وكانت سكر. 9 شهور تصوير مده طويله عشان الفيلم يخرج للنور، ايه السبب ان الفيلم ياخد 9 شهور دول تصوير؟ هل الميوزك، تدريب الممثلين، ولا ايه بالظبط؟ هو كانوا 60 يوم واتفردوا تقريبا على 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 10 على على مدار 9 شهور، لان واحنا بنشتغل عشان نمشي بالريتم اللي احنا عايزينه وبالكواليتي اللي عايزين نشتغل بيها، حسينا احنا محتاجين نمد التصوير شويه، وبعدين دخلت المدارس فده بطئ ايقاعنا، كان الولاد بتسافر وبترجع فده بطئنا شويه، لكن هو التوتال التصوير كان 60 يوم، عملوا فيلمين النهارده تشوفوا الجزء الاول او جزئين، النهارده تشوفوا الجزء الاول والجزء الثاني هتشوفوا في جزء ثاني خلاص بنقفل فيه دلوقتي. اختيار مجدة زكي بقى، يعني اعتقد انها ممثله مهمه جدا 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 جدا. ممثله مجدة زكي ممثله مخضرمه وعندها كتير لسه ما خرجش، وكوميديانه من العيار التقيل،
وهايله وان الناس تشوفها في دور شريره دمها خفيف وبتغني وبتتحرك مع الدانسرز و فدي طبعا تجربه غير متوقعه خالص، لكن هي طالعه خطيره وصعب جدا حد يتخيلها، تخيل حد غير ماجدة زكي في الدور ده. عباس ابو الحسن طالع مفاجاه، عمل طالع ضيف شرف في دور رائع، والناس هتشوف لاول مره عباس ابو الحسن بيغني ودي برضو محدش متوقعها. ففي تجارب يعني في بالحنجره بتاعته دي بيغني خطيره خطيره خطيره، هتشوفها تفهمه قصدي، هتشوفها تفهمه قصدي، فلذيذ جدا. فلا يعني ازاي ماجدة زكي كانت بتستجيب لتعليماتك، وفكره ان سنها برضو مش صغير والفيلم يعني فيه استعراضات كتيره. ماجدة زكي سابت لي نفسها تماما، انا ما 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 تعبتش معاها ثانيه، هي كانت مريحة جدا، كانت فاهمة طبيعة العمل، فاهمة طريقة شغلي، ارتاحت لي جدا وشافت نتيجة بتاعت الشغل عامل ازاي، فكانت يعني من اسلس الممثلين اللي انا اشتغلت معاهم. اختيارك بقى للشباب بقى حالة ترك وياسمين العبد، يعني كلمني برضو عن التوليفة دي من الشباب وشغلك معهم كان عامل ازاي. الولاد هايلين يعني كلهم، يعني من اول حالة من حالة لمعتز لياسمينة الوديمة لبسكوتة لماريا، كلهم برق ورعد، كل الناس التيم اللي كان معايا، محمد حربي بطاطا، كلهم كانوا رائعين. وكان الاختيار كان قدامي اختيارين، اما ان انا هختار اللي عنده خبرة في التمثيل اكتر على حساب الشخصية، او ان انا اختار الانسب للشخصية ومش هفكر قوي في خبراته. وانا اخترت الاختيار الثاني لان ده كان الانسب للعمل، وعشان كده لما نزل اغنيتي 4 مربع والناس كلها كانت طايره بالشخصيات، ده كان بالنسبه لي كان حاجه كويسه. انت بالنسبه لك الفيلم ده ينجح لما ايه اللي يحصل؟ ينجح لما الناس كلها تخرج وييجوا تاني، ده مفيش ابسط من كده، اللي يخرج وهيجيب يقول لازم تشوف ده، هي ده النجاح.